لتسليط الضوء أكثر على انتهاكات الميليشيات والقوات الحكومية ضد الثوار في العراق عشية الذكرى العاشرة لثورة 25 من شباط، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطفى. دكتورة آلاء، بداية مرحبا بك. تجدد التظاهرات في الناصرية للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار أسفر عن إصابة 22 متظاهرا برصاص القوات الأمنية، إلى ما ترجعين هذا التصعيد المستمر من قبل القوات الحكومية ضد المتظاهرين؟ مرحبا لكم ولمشاهديكم الكرام، شكرا على الاستضافة. أهلا بك دكتور. تتجدد التظاهرات، راح يبقى مستمر. يمكن بالمرحلة الحالية شفنا أنه هو المطالبة بإقالة المحافظ. هذه الإقالة، هذا المطلب هو حقيقة نتيجة يعني أفعال معينة تقوم بها الإدارات المحلية لتلك المحافظات لكن وغيرها، لكن هي في الحقيقة جذوة الثورة وجذوة التظاهرات لم تنطفئ أبدا وفي تزايد مستمر، وفي كل مرة يحاولون إطفائها نشوفها تتجدد أكثر وأكثر، وخاصة في ظل القمع. كل ما زاد القمع كل ما الناس بدأت بالعكس تتفاعل أكثر وتتعاطف أكثر، وخاصة في ضوء الصمت المطبق من جانب الحكومة تجاه كل العمليات والتجاوزات التي تجري بحق الناشطين وبحق المتظاهرين. هذه التجاوزات التي تجري بحق الناشطين ليست يعني هي بشكل متواصل ومستمر، حتى أن المنظمات الدولية منها منظمة Human Rights Watch يعني علقت على عمليات قتل المتظاهرين، قالت أنه يجب محاكمة فرق الموت بعيدا عن أي تأثير سياسي. دكتورة آلاء، يعني برأيك العراق يتمتع بقضاء يمكن الاعتماد عليه لإدارة محاكمات عادلة لهذه الانتهاكات؟ كلنا يعرف أن القضاء مسيس في العراق منذ 2003 ولغاية الآن. القضاء العراقي هو جزء من منظومات الأحزاب، كل حزب يأتي بمجموعة منتخبة منه لتمثيله بالقضاء، وهذه الأمور ليست خفية على أحد، وقد اعترف بها هادي العامري وغيره من زعماء الأحزاب المتواجدين في السلطة، وقالوا أنه نحن من يقرر والقضاء ينفذ بعظمة لسانهم ومتكهنات من عندنا. أما بخصوص منظمات حقوق الإنسان وما إلى ذلك فلا، لم نأخذ منهم سوى البيانات الإنشائية لا أكثر ولا أقل. حقيقة وأقولها بملء الفم أنه جميع المنظمات الدولية بدءا من مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة إلى المنظمات الحقوقية كلها وسفراء الدول داخل العراق كلهم شركاء في اغتيال العراق وشعب العراق، لأن ما يجري في العراق حقيقة معروف للقاصي والداني. طيب ما دكتورة يجري في العراق انتهاكات لا يمكن السكوت عنها، فلماذا سكوت المجتمع الدولي عما يجري تجاه العراقيين؟ نعم، هذا بالنسبة للمنظمات الدولية، ولكن هناك وعود أطلقها رئيس الحكومة عندما جاء في أثناء ثورة تشرين، قال بأنه سوف يقدم المتهمين أو المرتكبين لجرائم ضد المتظاهرين السلميين للعدالة. بما تفسرين إخفاء حكومة الكاظمي إلى الآن أي تفاصيل بشأن هوية المتورطين بالقمع منذ اندلاع ثورة تشرين، يعني رغم المطالبات المستمرة من قبل الثوار والمنظمات الحقوقية أيضا؟ حقيقة بعد كم شهر مصطفى الكاظمي راح يصير لسنة من استلم منصب رئاسة الوزراء في العراق. كم لجنة شكل لغاية الآن؟ هل هو في سباق مع الآخرين لأجل الوصول إلى جينيس للأرقام القياسية بتأسيس عدد اللجان الفاشلة؟ لم نسمع منه سوى فقط تأسيس اللجان وتشكيل اللجان لإكس ولواي ولزد وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة أي نتائج أنظر إليها هذه اللجان؟ لم نرى شيئا من لجانه حقيقة مع حكومة الكاظمي، واحدة من اثنان أما شريكة في القتل أو ضعيفة لا تجرؤ على مواجهة ما يجري في الساحة العراقية، وبكل الحالتين يجب إنهاءها.
يجب انها، لان ابسط واجبات الحكومات هي الحفاظ على ارواح الشعب، هذه مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليتها، والا ليش حكومه هي اذا لا تستطيع حمايه ابنائها من ميليشيات من فلسة الشوارع. يعني نراح نلاحظ يعني عشيه الذكرى لثوره 25 من شباط تقوم أيضا القوات الحكومية بجريمة جديدة ضد المتظاهرين، تذكرنا بانتهاكاتها ضد المتظاهرين يعني في ثورة 25 من شباط. دكتورة ألاء، تعتقدين أن سياسة القمع يمكن أن يعني توئد ثورة تشرين، أن تنهي ثورة تشرين كما نجحت في إسكات ثورة 25 من شباط؟ أبدا، الشعب اللي يطلع من أجل حقوق ويجابه بقتل سيعود أقوى من الأول، أبدا لا يمكن. لكن أنا هذه أقولها كلمة للعراقيين ولكل من يسمعني، استمرار هذا النظام باستمرار وجود الدم بالشارع العراقي، كل ما هذا النظام طال عمره معناته راح هو يتعمد بإزالة دم دماء العراقيين، لأن وجوده مقترن بما موجود من دماء بالشارع حتى يثبت لأتباعه أنه أنا الوحيد الموجود لحمايتكم هو بالعقل. هذا النظام جعل من شريحة كبيرة من العراقيين، ومفهوم أني منه أقصد، لكن ما أحب أن أخوض بهذه التسميات الطائفية، لأنه أني من دعاة وطن تحت مسمى المواطنة وليس المكونات، لكن للأسف هذه الأحزاب جعلت مكون من أبناء الشعب العراقي مشروع موت. شكرا لك دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.